هتعمل ايه؟ هنصور كده واحنا بنقع في الوقعات دي. اه بجد عالية اوي عالية اوي عالية 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 عالية. طب بتاع جنوة ديس عليها دي لو دخلي بس كوة جوا عشان دي اللي هتمشي بجد؟ طب البتاع ملهاش بتاع تعالينو ملهاش بتاع شوف عاوز الهبلة وفي الفوق بقى واحد بقى صح؟ اه واحد بقى هنا لا اوكي طب بقى خد رأيي ما فيهاش رأي احنا هنطلع فوق هنسيب طب استنى ما تسيبش على طول ما هنسيب ازاي؟ طب ما تسيبش ايديا مش عارف اسيب ايديك لا لا يا جدع بص بس الخطفة دي لا بص بس عشان بس ايه ما ت ما تقوليش انا ضحكت عليك اه هتكرف دلوقتي خطفة جامدة جدا انا بقول اوكي الناس بدأت تسعى بالنوم على رزقهم بدأت تسعى اللحم طب يلا بقى بس مش يتأكدوا فضلوا عبيهم مين بقى قالت انه مين اللي ينزل مين اللي والله العظيم بتتفرج عليك طبعا انا عايز اقول لكم مثل الهلال والله قاعده بتتفرج عليها ده هم فين انا مش شايفهم عبد الله انا بس مدينه فاضيه طب ايه اللي انت تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا قدامنا كده طب ايه انت هتسيب امال ايه انا اطلع فوق اسيب انت هذا السيد ايوه ايوه انا لما اطلع فوق انت هتقول لي ولا انا اقول 3 2 1 فلاي بعد اوكي بس علي صوتك ها فويس مظبوط انت هذا السيد مظبوط ان شاء الله قول يا رب كسر هذا مو ماتش لنا اوكي مشكور تعالي هنا تعالي قدام يعني مش هسيب بسرعة ما هلاش بس ايه انا خير انا خير اخطى عليك ايه وانا انت انا مغطر مش عايزة ايه ما ما فيش نزول تاني خلاص لازم فيه مش قادر يا خير اخطى عليك والله العظيم بعيد قوي ما تركزيش ما تركزيش خلاص 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 اصبر يا عم تريد وانا ايه اصبر لا اصبر بس كده انا بنقعد كنا فين؟ فاكر الدنيا رجعي ده رجع ايوه رجع نفسي تحت كنا فوق أبي
ابوك يقول لي بيتقال عليا. ما بتصورش ليه؟ ما بتصورش يا اخي. بعد حتى في ارض كله ما بتصورش. كبتلي ايه؟ يا شيخ بعد ما كنت في كلفو ده فظيع. شفتينه حلوة؟ فظيع. خربت بصراحة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اطير. انزل كمان. اطول. اطلع فوق. اطلع فوق. هات. اثبت.